بنعرف قديش الأسلوب الغذائي النظام الغذائي بيأثر على صحة الشخص بالحياة العادية، فكيف إذا كان مريض سكري؟ في كثير من الأنواع من الطعام هي تسبب مشاكل، ممكن تزيد هذا المرض. في يعني لائحة من المسموح والممنوع رح نحكي عنها بشكل موسع وأهمية الالتزام فيها. أكيد نور، مثل ما قلتي يمكن مع كثرة وجود ممنوعات لمريض السكري بيكون هون السؤال إنه كيف ممكن نتعامل، شو هو النظام الغذائي الأفضل، وخصوصا نحن عم نحكي كمان عن فئات معينة، سكري الشباب، سكري في عنا نمط الأول النمط الثاني وما إلى ذلك. رح نتعرف على كل هاي التفاصيل مع ضيفتنا لليوم اختصاصية التغذية صفاء الشيخ. صباح الخير. يسعد أوقاتك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. نحن بنعرف قديش النظام الغذائي مهم أساسا لبنية وصحة الجسم عند الإنسان. خلينا نحكي قديش فعليا النظام الغذائي بيأثر على الدم. ممكن بعض الأكل الأكلات أو الغذاء يأثر، ممكن يصاب الشخص أو يكون مؤهب أساسا للإصابة بمرض سكري الدم. تمام. هلا السكر طبعا نحن لازم نحكي انه هو نوعين. صحيح. في عنا النمط الاول يلي هو الشخص بيكون عم يتعالج بالانسولين. في عنا النمط الثاني يلي هو الاكثر شيوعا واللي هو الشخص ما بيحتاج لانسولين، ممكن يكتفي بس بنمط غذائي صحي، هلا بنحكي عنه اكثر، او ممكن يلجا للادويه، واذا كثير اهمل حاله فممكن للاسف يلجا للانسولين. فهلا نحن اكثر النصائح يلي حنحكيها هي مخصصه للنمط الثاني، سكري النمط الثاني، لانه سكر نمط اول أنا كتير مهم أني أنا كأختصاصي تغذية تابع بشكل كتير دقيق مع طبيب الغدد، لأنه نحن مع بعضنا مننظم جرعات الأنسولين مع الوجبات اللي هو بده يأكلها كرمال نحافظ على مستوى سكر بالدم ثابت يعني قدر الإمكان. أما السكري نمط الثاني كتير موضوعه سهل أكثر، خلينا نقول أو يعني بيقدر الشخص عادي لحاله يعرف الأساسيات والخطوط العريضة ويلتزم فيها كيصير عنده موضوع نمط حياة ويقدر فعلا خلينا نقول مو يتعافى من السكر، لأنه هو للأسف مرض يعني ضبط السكر يعني نوعا 100%. ضبط طيب. السكر والتخلص من الأعراض اللي ممكن طيب في كتير أنواع وعناصر غذائية مهمة تكون ياخدها مريض السكري، ولكن أيضا جرعة وكميتها قديش بيقدر ياخد، شو الكمية الأكل اللي بيقدر ياخدها، وتوزيع الحصص الغذائية. يعني بنعرف الناس بالعموم تاكل 3 وجبات، هن دائما بيقولوا مريض السكري يفضل يزيد عدد الوجبات ويخفف حجمها، فخلينا بلش نحكي على هالشيء. تمام. هلأ كتير مهم لمريض السكر بالدرجة الأولى نوعية الأكل، يعني مثلا أنا قد ما قللت كمية الوجبة إذا هاي الوجبة نوعيتها غلط فأنا ما استفدت شيء. يعني على سبيل المثال ما فيني أقول يلا باكل قطعة صغيرة كنافة مثلا هي كلها قطر، فأنا لو الكمية كتير قليلة هذا موضوع كتير لازم انتبه عليه. فموضوع نوعية الأكل مهم، أني أنا دائما مريض السكر صحنه لازم يتقسم 3 أقسام، النسبة الأكبر منه هي الخضرة أو الألياف سواء كانت سلطات فتوش إلى آخره، أو خضرة مطبوخة يعني مثلا فاصوليا لوبيا ملوخية هاي الأمور، فهي الخضرة لازم تأخذ النسبة الأكبر من صحنه. القسم الثاني لازم يكون النسبة الأكبر الثانية هي البروتين. أنا ممكن أحكي عن دجاج، لحمة، تونة، بيض، لبن، ممكن أحكي عن بقوليات مثلا فول، حمص، عدس. أصغر نسبة بدها تكون بالصحن شخص السكري هو النشويات، عم نحكي عن مثلا رز، برغل، معكرونة، بطاطا، خبز، هي لازم تكون أقل نسبة بصحنه لمريض السكري. فأنا دائما كشخص سكري أو عم بهتم بشخص سكري بالبيت لازم دائما أطلع على صحنه أنه هل هو متوافى هاي الشروط ولا لا. فأول شغلة نوعية الأكل، ثاني شغلة كميته، يعني مثل ما حكينا مثلا إذا خبز سكري أو خبز شوفان ما معناته أنه أنا بقدر أكل 4 قطع أو 4 رغفة على الوجبة الواحدة بحكم أنه هو صحي. فأنا لا كمان لازم انتبه لموضوع أنه صح هو صحي ومناسب لمريض السكر، بس أنا ما بدي كمان بالغ بكميته. طيب خلينا نحكي يعني فعليا ما فينا نعمل له حمية كاملة، يعني تحسي مريض السكري كمان هيك بيشتهي بعض القصص، فخلينا نحكي عن هاي القصص اللي بيشتهيها. مثلا ممكن يشتهي حلو، ممكن يشتهي أكلات هو بيحبها. أهمية الاعتدال، يعني بنفس الوقت نحن عم نحكي إنه ما فينا نحرمه بس بنفس الوقت ما فينا نخليه ياكل بكميات كبيره، انه هو كم مره بالاسبوع ممكن انا اذا بدي مره له قطعه حلو، ممكن هو في اكله معينه بحبها مره له اياها. تمام. من النقط الكثير مهمه المتعلقه بهي القصه انه مريض السكر لازم يعرف كيف يدمج الاكل. يعني مثلا انا اشتهيت قطعه حلو مثل ما عم نقول، فانا كثير غلط اني كشخص سكري اخذها الصبح على الريق اول ما في او اخذها بدون وجبه فطور. لا، انا الافضل اني مثلا انا اخذها مع وجبه، فانا بهي الحاله بربط
السكر السريع الامتصاص مع السكر بطيء الامتصاص. يعني هلا نحن كشخص سكري لازم يكون عنده كثير وعي بشيء نحن بنسميه جلايسيميك اندكس او مؤشر الجلايسيمي للاكل. هي كيف يعني لنحكيها بشكل كثير بسيط، هذا المؤشر بيورجيني قديش هي الاكله بترفع سكر الدم. فمثلا انا عندي الموز، الموز ممكن يكون مستوي كثير او ممكن يكون قاسي كثير. صحيح، الموز القاسي كثير مؤشر الجلايسيمي تبعه كثير واطي، فانا كشخص سكري بقدر اكل افضل. صحيح، ولكن الموز المستوي لا، مؤشر الجلايسيمي كثير عالي، فانا مهم اني كثير اتجنبه. وبالتالي مثل ما انك كشخص عم يهتم بالسكري او انا كشخص سكري لازم كثير انتبه لشيء اسمه جلايسيميك اندكس. وهلا نحن كثير سهل، بس نكتب على جوجل مؤشر الجلايسيمي للاطعمه او للطعام اللي انا بدي اشوفه، مثلا خلينا نقول برغل، فبيفتح الشخص عليه بيلاقي انه البرغل هو شيء صديق للسكري، لانه نحن مؤشر الجلايسيمي اقل من 55. كل شيء بنشوفه اقل من 55 انا بقدر اتناوله كسكري لو بكميات شوي كبيره. بس طلع فوق ال 75 هذا المؤشر معناتها هي الاكله. طيب شو هي الشغلات اللي مؤشرها عالي مشان نعرف الناس خصوصا بما يخص البرغل والنشويات والاساسيات اللي هي بتنحط؟ يعني نحن بنشوف بالانظمه الغذائيه بالعموم بيحطوا مثل ما قلتي برغل، بيحطوا بخفف شوي من الرز. تمام. يعني ممكن نحط خبز اسمر بس ما نحط رز. تمام، فخلينا نحكي شوي تفاصيل على الارقام. كثير مهم هي النقطه. هلا مثلا انا عندي الفواكه اكثر شيء مريض السكر بيتوغوش فيها، ما بيعرف حاله انا باكل فواكه ولا في شيء. فواكه عالي سكرها. تماما، فانا مثلا عندي الموز مثل ما قلنا المستوي كثير سيء لازم اتجنبه. موسم التين، هلا التين كثير طيب بس هو كثير بيرفع السكر. كثير حلو. صحيح صحيح، فانا ممكن اخذ حبه صباره. تمام، حبه واحده الصباره من الاشياء المتوسطه. فانا كشخص السكري ممكن اكل كميه قليله حتى لو كان توت مضبوط. والكرز حتى لو يعني كان. هي الانواع كمان من الفواكه اللي بتتواجد بالصيف. الكرز والمنجاص هدول منخفض شوي فانا ممكن اكل منهم اكثر. التفاح منخفض كمان بقدر اكل منه اكثر. البطيخ كثير عالي. يعني مريض السكر ما يقول البطيخ هو مي. الاصفر والاحمر، الاصفر والاحمر نفس الشيء. تماما، بس ممكن شوي اعطي هيك يعني شيء بسيط لمريض السكر بالنسبه للبطيخ، انه انا دائما اذا بدك اياها طيبه ما بتاخذي اللب الابيض تبعها. فلا، مريض السكر يدمج شوي من الابيض، يعني قد ما بيقدر ياخذ. تماما، اللي هي ما كثير بتجي حلوه. صحيح. فهو بيقدر يتناول منها هي اذا كان مشتهي البطيخ. مثلا فينا نقول البردقان مسموح ناخذه، فواكه شتويه مثل الجريفون، هي الاشياء والبومالي مثلا صحيه كثير لمريض السكر بيقدر ياكلها. بالنسبه للنشويات المعكرونة بترفع السكر كثير، الرز القصير او الرز الاسباني او المصري كثير بيرفع السكر. الرز الطويل اخف، اخف متوسط، هو بيجي بين ال 55 وال 60 تقريبا 65، فمتوسط بيقدر ياخده. البرغل مسموح، الكينوا للناس المتوفره عندها مسموحه، الفريكه كمان متوسطه بيقدر يتناولها. أأمن شيء لمريض السكر هو البرغل. صحيح. فاذا ما بيزعج له الكولون عنده او الجهاز الهضمي وبحبه فممكن يعتمده اكثر. بس قد ايه يعتمده؟ كمون بيمشي الحال. صحيح، بس قد ايه يعتمده؟ يعني مثل ما قلنا انا اذا برغل ما معناتها اطلع مثلا والله بصحن كبير، لا، انا لا يتجاوز 10 معالق اكل لمريض السكر كبرغل. اذا عم بحكي رز او مثلا بطاطا او معكرونه فانا ما بدي كشخص سكري اخذ اكثر من 6 معالق اكل. كميه قليله، حصص غذائيه قليله وما بيلتزموا فيها. يعني نحن عم نحكي اغلب مريضي السكري هنا كبار بالعمر ما كثير واساسا غير مشبع، يعني انا كيف بدي اعوض له لعمليه الاشباع عنده لما نقول تمام يعني خصوصا مثلا صار له سنه مضبوط السكري عندهم. انه انا مثلا لما اقول 5-6 معالق فعليا ده شخص كبير غير كافيه. غير كافيه صحيح، ولكن انا كمان بالمقابل بدي اتجنب اعراض السكر. يعني انا مثلا بقول لا خليني اقوم عن الاكل بمعده صغيره ماني كثير شبعان، احسن من اني مثلا انا اعاني بعد فتره من مشاكل بالعيون، من مشاكل بالكليه، مشاكل بالاعصاب، من قدم سكريه. مشاكل السكري كثير كبيره وللاسف الكبار بالعمر خصوصا بيهملوها، يعني بيقول لك ايه عايش تعايش صح، بس ممكن مثلا بعد كم سنه نظري اختلاطات كثير بتصير. تماما، ممكن ياثر الموضوع على خلينا نقول الموضوع التناسلي البولي، ممكن ياثر على موضوع القدم. وكموضوع الشبع انا اول شغله عندي القصه تصغير معده، يعني انا ممكن اول فتره شخص بيلتزم بحمي يقول لك مستحيل ما عم اشبع. بعد فتره اذا ممكن حدا يغصبه على لقمه سابعه يقول لك لا انا كثير تقلت. فهو موضوع تدريج وتعويض. النقطة الثانية أنا عم زيد خضرة، فمثلا خلينا نقول إذا عم ياكل شخص رز وملوخية مثلا، فهو أكثر شيء بده يكتره ملوخية مع دجاج، بيقدر يشبع فيهم قد ما بده، ياكل منهم قد ما بده، أنا بس الرز اللي بدي أقلل منه شوي، فهو بس موضوع توازن بالوجبة.
طيب كمان خليني اسالك سؤال. اليوم كثير عم نشوف عم بيكون موجود من الاسواق منتجات غذائيه انه هي منتجات لمرضى السكري، سواء من بعض انواع الخبز، بعض انواع البسكويت، بعض انواع الحلويات وما الى ذلك، وفي كثير ناس بتقول انه هي معموله للسكري ففيني اكل قد ما بدي منها، هي امنه. شو صحه هذا الشيء؟ هلا للاسف اول شيء بنشوف هي المنتجات نحن ما عم نعرف نقراها، فكثير عم نحاول كاختصاصيين تغذيه نوعي الاشخاص كيف نقرا. هلا انا لما بدي مثلا عم بهتم بشخص سكري فبدي اقرا المكونات. دائما المكونات لو باختصار حكينا هاي النقطه بنبلش بالتدريج. مثلا اول مكون انا لقيت عندي بي يعني نشوف نحن اي منتج ورا فيه المكونات وعناصر موجوده. اول منتج موجود هو اكثر شيء، فمثلا اذا بدي اقول عم شوف هذا الخبز صحي لمريض سكر او لا، طب لما انا بطلع على اول مكون هو طحين ابيض او دقيق القمح، طب معناتها هذا هو اكثر نسبه، فمعناتها هو مو صحي لمريض سكر. فانا لازم لما اختار هذه المنتج اعرف اقرا. فممكن كخبز لازم يكون اول شيء مثلا طحين الشوفان او طحين القمح الكامله او طحين الشعير، والمكون الثاني او ثالث يكون طحين ابيض. لانه طيب اذا كانوا ضمن المواصفات اللي حضرتك عم تقولي عليها مسموح ياخذ قد ما بده فيه؟ لا مو مسموح. هي بنرجع لنفس النقطه، موضوع الكميه. اذا خبز شوفان ومصنوع من الشوفان نسبه بسيطه، قمح ابيض، فلا انا ما بقدر اكل منه مثلا اربعه رغفه. انا ماكسيموم كرجل كبير او كسيده كبيره رغيفين على الفطور، بتجي حجمه صغير مو مثل الرغيف العادي الابيض. بالنسبه للحلويات انا كثير عندي حلويات بيقولوا لك انها صحيه، بس لما بتطلعي على المكونات مثلا المحلي تبعها عسل، طب اوكي هو عسل وصحي اكيد ومفيد، بس هو بيرفع سكر الدم بنسبه كثير كبيره. يعني مثلا انا مريض سكر ما فيني اقول له لا تحلي بالسكر الابيض، حلي مشروبك بالعسل، هو نفس الشيء. فمثلا ما بقدر انا اتناوله. فانا مو اي منتج قريت عليه كلمه دايت او لقيته بالمول او بالسوبر ماركت بقسم الدايت او قسم الحميه معناته هو صحي وبقدر انا اتناوله، سواء كان شخص عم بعمل حميه لتنزيل وزن او مريض سكري. فانا مهم اني اقرا دائما المكونات، انتبه ممكن يكون المنتج صحي مستخدم فيه سكر ستيفيا مثلا، او منتج خالي من السكر فبلاقي انا طعمته فيها مرار، فممكن هي لا بتبقى صحيه لمريض سكري. ما قلنا بدنا نقرا المكون. طيب خلينا نحكي شو الأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها بشكل كتير كبير مرضى السكري بما يخص النظام الغذائي، يعني وحكينا عن بديل السكر، لأنه كمان السكري بيقولوا لك هيدا بديل بس بنفس الوقت لا تكتري منه يعني. تمام. فممكن مرضى السكري بيقول لك قد ما حطيت عادي لأنه هذا سكري، لأنه أنا يعني عامل حمية ما بيرفع السكري. فهي يمكن الأخطاء الشائعة، شو هي أكثرها ممكن نحكي عنها؟ تمام. هلا الدراسات يوم بعد يوم وشهر بعد شهر عم تتغير وعم تصير فيها تحديثات. انا شخصيا كصفاء قبل 3 شهور كنت اقول عادي بيقدر الشخص يستخدم سكرين، وانا بالبيت كنت استخدم او سكرين واسبرتام، هدول المحليات الصناعيه اللي ما بيرفعوا ابدا نسبه السكر بالدم، ولكن دراسات جديده بتقول انه ممكن يرفع الريسك للاصابه بالكانسر او خطر الاصابه بالسرطانات. فانا صرت اقول لا، يعني حتى انا ببيتي كل شيء عندي سكرين كبيته ما بقى استخدمته ابدا. طيب شو الحل البديل؟ تمام. هلا الصراحه الحل، وانا هذا اللي عم تبعه مع حالتي مع حالي، اني يعني انا عود حالي على السكر الخفيف. يعني مثلا انا دائما بضرب حالي كمثال، مثلا انا بحب الشاي كثير حلوه مع الفطور، ممكن كنت احط 3 حبات سكرين بقلب المج تبع الشاي، هلا لا صرت عود حالي على الطعمه الدلعه، فصرت احط معلقه صغيره سكر. بس مريض السكري بيكون مو مسموح له ابدا ياخذ سكر ابيض، ممكن معلقه صغيره سكر اللي تجي لونها غامقه بني مسموح ياخذ منها؟ لا لا ابدا، هو السكر بني هو سكر بس غير مكرر، فهو سكر. تمام. فانا الحل هون عندي اني اتناول كميات قليله كثير من السكر، يعني ممكن حتى اللي بياخذ انسولين بيمنعوه منع تام من للامانه ما تصدقي في حدا ما بياكل سكر ابدا، ولكن انا بعرف انه مثلا اليوم عندي عزيمه، عندي حلو، عندي كيك عيد ميلاد الى اخره، فبيرفعوا له جرعه الانسولين شوي زياده. فهو ما بيقطع السكر ابدا. هلا في عندي محلي امن جدا اللي هو سكر ستيفيا، واللي هو سكر طبيعي جاي من نبته طبيعيه موجود بالسوق عندنا، بنلاقيه بالبزورية أو بالمحلات مثل الصيدليات ببيع كظروف، ممكن كشخص سكري يستخدمه هذا آمن. بس أنا لا، عم لاقي الحل الأفضل أني أنا أعود الحليمات الذوقية عندي على السكر اللي كتير خفيف. فأنا مثلا بدل ما أحط 4 حبات سكرين بالعادة ممكن أحط حبة كتير صغيرة سكر أو معلقة كتير صغيرة سكر باليوم للشاي مثلا. هلا الاخطاء الشائعه كمان بتصير لمريض السكر انه انا بقطع حالي عن الاكل تماما، باخذ وجبه واحده باليوم. فانا بهي الحاله بيكون بالعكس
جسمي عم بيجوع اكثر، عم يطلب كميات اكل اكبر، بتصير مقاومتي لرغبه الطعام او رغبه السكر كثير قليله وكثير صعبه. فلا، مريض السكر مثل ما ذكرتي بالبدايه انه نحن ناخذ 3 وجبات باليوم، الوجبات تكون مشبعه كافيه، يفضل اترك ساعات الصيام لو 4 ساعات بين كل وجبه ووجبه لحتى خلي جسمي يتحرك، الجسم يعمل استقلال، يقدر يحرق اكثر ويقدر يتحفز اكثر لافراز الانسولين. طيب بشكل عام اليوم كثير بنسمع عن نصائح مهمه جدا لكل مرضى السكري، سواء اللي هن الفئه الف او الفئه ب، او حتى مثل ما قلنا اللي بعض اللي بيكون مثلا سكر حامل فهي بس بهي الفتره، عن ضروره الرياضه وخصوصا الكبار بالسن اللي بيقول لك ما بقدر امشي وعندي ديسك وعندي وكذا، اللي هي الرياضه الفيزيائيه او حتى اللي ضمن وهو نايم على التخت بيقدر يعملها، قد ايه بتساعدكم على ضبط السكري إضافة إلى الطعام؟ 100% الصراحة، يعني الرياضة، وعلى فكرة كمان مع الرياضة الجانب النفسي، يعني دائما بيقولوا لك أنا على زعل ارتفع السكر عندي، مصطلح شعبي بينهار، بس هو فعلا التوتر والزعل كثير مهم، مثله مثل الحمية، مثله مثل الظروف. الرياضة هي حلاوة الرياضة أنه بتفرغ لنا طاقة سلبية، أنا بدي أعرف أنه في أولويات بالحياة، فدائما الشخص اللي عنده مرض مزمن بده يعرف أنه هو صحته أولويته، صحيح، وحتى محيطه بده يساعده، يعني خبر بيسم البدن مثلا بلا التقليب الزايد على السوشيال ميديا مثلا لشوف الاخبار بلا، لانه فعلا ممكن يشوف خبر واحد يرفع له سكره ممكن يوصل ل 300 وال 400. فانا موضوع العامل النفسي كثير مهم، موضوع الرياضه كثير مهم، واكبر غلط دائما بيقولوا لك مثلا انا عندي سكر ما بدي العب رياضه، او مثلا بصلي على القاعد، او مثلا ما بدي صوم برمضان. لا بالعكس، الحركه تماما، الحركه كثير مهمه، بنرجع بنقول اكثر شيء عم نركز على سكر نمط ثاني مو نمط اول. نمط اول انا كثير بخاف من موضوع انخفاض السكر المفاجئ، فممكن الشخص لا سمح الله يدخل بغيبوبه، فانا كثير مريض السكر نمط اول صراحه ما بقدر اعطي نصائح عامه، انا لازم اكون بعرف الحاله بالضبط ومتابعه مع الطبيب. طيب هلا هن معروف انه اللي بياخذ انسولين لازم بعد الانسولين هي النص ساعه ما يعمل فيها مجهود مشان ما ينزل سكره او يصير معه هبوط، ايمت الاوقات المناسبه بعد قد ايه من الوجبه؟ بده يكون هو مراقب سكره خلال اليوم، بيعرف هو ايمت بتكون طاقته عاليه، بيعرف ايمت وجبته الرئيسية العالية، فوقتها ممكن يفكر انه يعمل رياضة، بس هو مريض السكر نمط اول ما بده رياضة عالية ابدا، يعني انا ممكن مشي خفيف، حتى السباحة بدها تكون كثير خفيفة، ممكن اعمل تمارين على مبدا اليوغا او البيلاتس اللي هي ما بترفع ابدا ضربات القلب وما بتنزل مستوى السكر بالدم، او بالمعنى الاصح ما بيخليني اعرق كمريض سكري نمط اول، فهي كثير مهمة له. اما السكري نمط ثاني لا بالعكس، انا لازم اعرق، لازم اركض، لازم ابذل مجهود مختلف الموضوع اكيد تماما. والرياضه كثير بتساعد بتنظيم مستوى السكر الدم، كثير اشخاص التزامهم بالحميه خلينا نقول 50% بس عندهم رياضه. معنا دقيقه يمكن سريعا، قد ايه اهتمامنا بالغذاء اليوم فعليا لقدام، يعني لما انا حافظ على النظام الغذائي الصحي لي لو لاطفالي حتى ما يكون في عندي عامل مؤهب لمرض السكر؟ تماما، الوقايه كثير مهمه الصراحه، وفعلا لازم نختم بقصه الوقايه، خاصه مثل ما حكيتي من شوي ذكرتي السكر الحملي، انا كحامل مو معناتها انا اذا ولدت ورجع سكري للوضع الطبيعي حس بالامان، لا انا لازم ابقى منتبه على حالي خطوه بخطوه، وراقب دائما السكر والخضاب السكري او مخزون السكر بالدم، هذا كل 3 شهور لازم ارجع اعمله تشيك اب لحتى اتاكد انه هو ضمن الحد الطبيعي. تنزيل الوزن، عدم وصولنا لمرحله البدانه كثير مهم، لاني انا احمي حالي من السكر، لانه الصراحه كثير عم نشوفه منتشر وعم يزداد باعمار صغيره للاسف. اكيد، يعني نصائح متعدده كانت معنا اليوم ضمن فقرتنا مع طبعا الأستاذة صفاء الشيخ الاختصاصية بالتغذية. بدنا نشكرك على وجودك معنا. يسعد صباحكم عن جديد. شكرا لك.